ابن الكئيبة دي انت محتاج ايه في حياتك عشان تبقى مبسوط كده ومزقطط زي انا مبسوط؟ الحمد لله الحمد لله. متحكتش قوي مستر. انت محتاج تفهم ان انت مش محتاج حب مشروط من حد. يعني ما حبنيش عشان بديله حاجة. يعني انت ما تحبيش حسام عشان بتديله ايفي، وحسام ما يحبكيش عشان انت بتديله ايفي. احنا لازم نتحب من غير حب مشروط عشان يبقى حب صحي. فعلا انت مش هتلاقي كل الرزق اللي انا قلته ده. شكرا. وعدت نفسي طول ما دي منورة افضل طول عمري اذاكر اهي. استني ايه؟ ان انت يا جوجة تعملي حاجة انت بتحبيها، زي مثلا تهبيدي عبد الرمز ده. انا بعبد والله بعبد، بس انا مبسوط والله مبسوط. ارزعي اي حاجه في يومك تافهه. انت محتاجه تعملي حاجه تافهه قوي. هنا للاسف ما بيعتبروش الحاجه التافهه دي ترفيه، لان اي حاجه يقول لك بتجيب من وراها كام. يعني انا دايما السؤال اللي بيتسال لي، بتاخد كام من التيك توك؟ والله ما باخد. لو اخد اقول اليوتيوب ما باخدش. فهي دايما الناس هنا بتبص لك بصه ماديه بحته. فانا بايدك قوي لو انت عايزه تتعلمي اي لغه اي حاجه، اهبدي خش ارزعي في اي يومك. انبسطي انبسطي، هنا ناس مش بتعرف تنبسط. بيحول اي سؤال لك بكام. مش عايز اقول لك انا اتقال لي ايه لما جبت الدرامز. يعني اصحابي كانوا مسمينها الطبله، يقول لك جبت الطبله. انا رحت الجيم يا ابن قلبي، بص فيلم اللي شغال يا اسطى، الفيلم بتاع عيب على يومك بيومك يا اسطى. والنبي خدني في حضنك يا حسام. لا لا حسام ما ياخدنيش، انا هاخدك انت يا عم. تمام يا اسطى. حسام يا اسطى الحق يا اسطى. لا يا حسام لا ما تموتش. لا هنا يا اسطى قاعده بتقرا في الكتاب وبتبص في السما، هنا بتلبس الشراب ما تفهمش، هنا مسكت اللابتوب برضه ما تفهمش، فتحت اللابتوب قدام حسام وهو نايم. حسام هنا طبعا فرحت، مسكت السماعه بتاعت حسام. دي باينه مؤدبه ولا ايه؟ يا بركة دعك يا أمه. لا مؤدبة مؤدبة يعني. لا وشكلها هادي، شكلها هادي. اجيب لك نوتيلا ولا اجيب لك عصير؟ جعان يا ابن قلبي والولاية نايمة، فاحنا ما نصحيش امي عشان الست كبرت. فتعالى اوريك هنعمل ايه. انت ما جيتش ليه؟ فيش لك مستين كده فيهم الرمق، جيب سكينة. جيب الرشاش اللي ما بيفضاش. مستين بس تقطع الموزة كده من هنا ومن هنا. بص 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 بص، الله اكبر. حاجة كده استيك. الرشاش اللي ما بيفضاش، اوعى ده يتدلق. الله اكبر. استنى تروح راشق السكينه كده ولا مؤاخذه في الراشق دي، شايف يا لا؟ طب اوعى طب. غوص بقى يا اسطى، لغوص 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 لغوص. بص واد يا ابن ارمي انت هتلغوص كده. بص شايف شايف اللغوصه؟ بص 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 بص. بروح الجيم بروح. ده انا ربنا ينتقم مني والله. اللي انا بعمله اهم حاجه الساعه 4 الفجر، اوعى تعمل اللي انا بعمله ده عشان بس اهم حاجه ما تصحيش الولايه. واحنا برضو مش لازم نصحي امنا برضو، بس بيني وبينك اوعى. بس 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 اخ، انا هاكل ده كله لوحدي. اوعى تف. شتيم شتيم شعيب. ايوه يا متدلع انت، انا خلصت نص بطرمان النوتيلا يا اسطى. تسمعني البوس ده، انا عايز ارزقها في قلبي. يا الهي لانه جامد جدا. اوعى يا اوعى. الحمد لله. حاجه الدايت والجيم اهم حاجه، اهم حاجه. انا اوريك الاختراع ده، الاختراع ده انا خلصته.
مش هكدب عليك البتاع ده. بص يا اسطى عباره عن تفهمش. بص 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 اوعى هو حلو. انا شايفه ايه بس هو حلو. طبعا هتقول لي اسمه ايه؟ هتقول لي جايبه منين؟ طبعا هو جاي لي انا ما اعرفش اسمه. ضيف بقى عليه حته من الرشاش اللي ما بيفضاش ده كده. بص بص انا ربنا ينتقم مني، انا ربنا ينتقم مني. اهم حاجه تروح الجيم، اهم حاجه. لا اخر واحد لازم نروح الجيم، لازم لازم. ده الغاب الخيال مجايبني. لا معلش عادي عادي. احكي على حاجه حصلت لي من تجمع عائلي كده من فتره، فهم قالوا لي انت عملت كده، فانا هقول لك اللي انا عملته. انا كنت طفل على الله والله العظيم ثلاثه على الله، وبسمع الكلام قوي. فكنت بروح زمان الكنيسه، فهم كانوا بيقولوا دايما ان احنا لازم ندي الفقراء ونساعد الناس، وكان في ناس بيقولوا عليهم تعبير مجازي كده ان ربنا بيحبهم، فالفقراء دول ربنا بيحبهم واحنا لازم نحب اللي ربنا بيحبهم. فانا بقى شاب مصري عبيط عبيط. المهم ايه، جالنا ناس، كنا في رمضان، ففي في رمضان ناس بتخبط وتقول لك لله وبتاع، ناس طيبه كده وغلابه. فكل واحد يجي لي، فجه واحد فخبط، واخواتي كانوا ايه جوه في الاوض وبتاع، وانا كنت دايما قاعد لوحدي كده يا اسطى. المهم الراجل خبط، انا طلعت طالع له ازيك يا عمو؟ قال لي اي حاجه لله وكل سنه وانتم طيبين وبتاع. قلت له حضرتك فقير؟ قال لي اه. قلت له يعني انت ربنا بيحبك؟ قال لي اه. قلت له بس اخش يا معلم وانا بالسرعه ما عنديش يا مرحبا، افتح شنطه امي يا اسطى واخد كل الفلوس اللي فيها واروح بام مديهم له مره واحده. اخويا كان سامع كل ده، اخويا قال لي انا كنت سامع. ماليش دعوه، قلت عشان تتضرب لوحدك. المهم ابويا يجي فين الفلوس فين الفلوس، راحوا عملوا بوليكا. انا ما اتضربتش اليوم ده للامانه، ما اتضربتش. ابويا راح ماسك اخواتي عجن ابوه. بعديها بمده ربنا هداني، فكان لسه برضه في رمضان، كانت لسه في اول رمضان، تاني اسبوع من رمضان، جي لي ناس تانيه طفله كده وصغيره، فبفتح الباب انت باينه؟ قالت له انت انت ربنا دك 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 دك. افتح الشنطة واروح مديها سلسلة امي. كان الدهب والله العظيم كان الدهب. انا برجحوا امي في اليوم ده. راح جه ابويا، راح جه السلسلة. ساعتها بقى مسك اخويا برضه ضربوه تاني. وانا قاعد بقى وانت ضيعت اكل امبارح. يعني احنا امبارح قعدنا ناكل نوتيلا وشوكولاته، لازم نعوض النهارده يعني. معلش يعني معلش، عوضنا. يلا يا اسطى قول لي قوي. كلام الله الحقيقه، لو انا بنزل كل يوم عشان احقق كل الاكل اللي انا باكله ده، ضيعش وقتك وانزل كل بس انزل احلى. يا رب يا رب كملها معايا بالستر. انت عارف انا متخلف وغبي والله العظيم، وما بفهمش حاجه والله. انا غبي غبي، بس العيله دي مش هتستر والله العظيم. تلاته العيله ما هي هتستر، ابن خالتي وابن عمتي واللي فوقيه واللي تحتيه والبت سماح والبت مديح. يا رب عديني السنه دي، السنه دي عدي عدي. انا مش عايز اتفضح. موسم ولاد خالتك وولاد عمتك وولاد المجره التانيه بدا يا ابن العبيطه. نزل لامك. ليه مش زي حسام؟ انت ليه مش زي علاء؟ انت ليه مش زي سماح؟ اولادي اللي مودينا في داهيه، اولى اعدادي تاني اعدادي تالت اعدادي. اي حد نتيجته طلعت خمسه ابتدائي تالته ابتدائي، اي حاجه اي حد نتيجته طلعت يبعتها لي على الانستجرام وانا ارفعها له على الفيس. يعني يوم يومين كده وهجمع كل الصور ارفعها لكم، والله لو جايب 20% احتفل لك بقى. ابعتها لي على الانستجرام وانا ارفعها لك. جبت 20% يا لعبه اللي خربوا الدنيا. انزل لك دلوقتي، معلش معلش معلش، انزل لك دلوقتي صور الاولاد اللي خربوا الدنيا في الامتحانات. انا قلت لهم ابعتوا لي صور على الانستجرام والعيال بسم الله ما شاء الله ما صدقوا.
جميع زي الزفت بس الف مبروك يا ابن قلبي. يعني العيال اللي رايحين في ده يا العيال اللي يقعد من غير ما تعمل اي حاجه في حياتها. بقولك يا اسطى بقولك يا بنت قلبي ابعتلي على الانستجرام وانا هنزل كل شويه.